في هذا الأمن والرخاء، وش تقول لهم يا أبو دخيل؟ أقول الله ينصرهم على أعدائهم، والله يجاهم عنا كثير الجزاء، يسهرون علشاننا ويتعبون علشاننا، والله يعز ملكنا أبو الجميع ويعز أمير الشعب محمد بن سلمان ويجمع الشعب السعودي على كلمة الحق، وهضارة ما لهم جزاء منا إلا الدعاء في أنحاء المملكة وفي الحد الجنوبي في جميع حدود المملكة. حنا ننام ونروح ونخلي عوايننا وفي مصالحنا وعيالنا يروحون وهم يسهرون الليل والنهار. فهذا اللي نقولهم جعل الله ينصرهم على أعدائهم، الله ينصرهم على أعدائهم، آمين، والله يوفقهم ويسمع، ولا عندنا لهم إلا الدعاء كبير وصغير، الله يوفقهم ويسمع. آمين آمين. أبو علي،